تقريبا اللي سنه انضميت للمشروع هذا بعد ما خلصت الجامعه، وطبعا ما لقيت شغل، هو مجموعه شبابيه فانا انضميت لها وبلشنا نشتغل. طبعا بلشت اتعلم الشغل شوي شوي. من اول شيء بنجيب الشمع خام، طبعا الشمع الخام بتذوب، بعد ما يتذوب بنكون محضرين القوالب ومظبطها القالب نفسه كيف بيكون او شو بدنا حسب طلب اللي جاينا. فمنصب القالب، طبعا نستنى في قالب تستنى الاربع خمس ساعات لتنشف، بعدها بتتغلف، وبعد ما تتغلف في تشطيب، وبعد التشطيب في كمان طباعه وتغليف وتسليم. في انواع ثانيه من الشمع بس بدها صب وبعديها تشطيب، ما بدها تفريق، حسب نوع الشمع وحسب شو طلب الزبون بده. اكثر شيء تخصصي في الطباعه زي هيك، زي ما انتم شايفين هي بتكون اخر مرحله للشمعه، بتكون الطباعه بتكون مشطبه قبل، فمن الشيء النهائي بيكون لها اللي هي الطباعه بالطريقه هاي. بيكون شادي طابعين اياهن الصور واحنا بنجيبهم بنحطهم على الشمعه بعد ما نكون مفنشينها ومنهيينها، وبعد هيك الشمعه باخذوها وبغلفوها. احنا مجموعه شبابيه اسسنا حالنا لنا سنتين بنشتغل في مجال الشموع. كانت بدايتنا كموهبة يعني بعض الأفراد في المجموعة، وكمان إنه مجموعة عاطلين عن العمل خريجين جامعات، حبينا إن نكون إلنا دخلنا الخاص فينا، نأسس المشروع الخاص فينا. كانت بدايتنا في 2014، إحنا عبارة عن 7 أشخاص. احنا طبعا بنشتغل في مجال الشموع، جميع المجالات اللي هي شموع الزينه كهدايا كمناسبات، وجديد صرنا نتعامل مع الكنائس اللي هي الشموع الدينيه، فصرنا نتعامل مع كنيسه اللاتين في مدينه نابلس، وان شاء الله في المستقبل لو احنا نقدر انه نوسع المكان نستقبل المزيد من الشباب عندنا يعني في فلسطين. تقريبا البدايه كانت منا احنا، واحنا اول مجموعه شبابيه بنشتغل في الشمع في فلسطين. والشيء الثاني اللي بيميزنا اللي هي نوعيه الطباعه اللي بنستخدمها والطابعات اللي بنستخدمها عندنا اللي هي مش متوفره في فلسطين كلها، انه هذا الطباعه وطريقه الطباعه مش متوفره عند حدا الا عندنا احنا هنا. المواد الخام عندنا مشكله فيها انه كلها استواد من برا بتيجي، وسعرها نوعا ما غالي جدا. اللي بتلاقي في السوق عندنا المواد الخام اللي هي الشموع المصريه، بحكولها الشموع المصريه هذه رخيصه بس جودتها مش عاليه، او ما بتنفع لشغلنا اللي هان خصوصا للطباعه اللي بنستخدمها. فبنضطر ان نجيب من استورد من وسط حدا يجيب لنا من برا البلد.